السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد. اليوم غنهضروا على واحد الشخصية بارزة مغربية، ألا وهو دليل رخيص، الدليل الرخيص اللي كيسميوه عزيز غالي. هذا الناس مهووسة به وكيجتهدوا به، وأنه كيجيب إحصائيات ما كيقدر يجيبها حتى شي واحد. واحد المرة قال لك أنا الأرقام اللي كنجيبها راه بغيتي معلومة، خصك تخلص لها 20 مليون الفرنك. هو في راس ماله باش يخلص 20 مليون؟ إذن هناك قنوات كتعطيها المعلومات، شكون هي القنوات؟ زيد على ذلك هو كيقول شي حوايج حتى واحد ما كيقدر يقولها، وما كيتعاقبش وما كيتحاسب. علاش؟ لأن الدولة العميقة وراء البحر هي اللي عاطيه يهضر وكذا وكذا إلى آخره. المهم ما علينا، شنو قال مؤخرا؟ قال لك إن الشريعة هي سبب عرقلة تنزيل المدونة، بمعنى أن القرآن هو المشكلة، خاصو يتحيد باش المدونة طبق كما حنا باغينا، وطبيبنا ما عنده مريض. هذا شنو كي واحد المرة في اللقاء مع حميد الهداوي شنو قال؟ قال لك راه حنا هما عندهم جمعية ديال التخربيق ديالهم هما الناس النسويات وداكشي. قال لك حنا عندنا واحد معانا في الجمعية من الأطور وناض تزوج بوحدة أخرى، قال لك جرينا عليه من الجمعية، يعني جراو عليه طردوه. علاش؟ شنو الجريمة اللي دار؟ واش زنا وسكر وصر؟ لا، تزوج بوحدة أخرى، جراو عليه. يعني حنا باش نكونوا صارمين، لان كنطبقوا كذا كذا انه ممنوع شي واحد يخالف القوانين الوضعيه ديال البشر. تزوج مره ثانيه اجراو عليه، ولو كان جاب مع جوج الصديقات وجوج الزميلات وعاشرهم قدامه وهما كيشوفوا ما كانوش غادي يجريو عليه. هادو هما الملاحده الماركسيين الليبراليين اللينينيين، خاص المغاربه يعرفوهم مزيان. دائما كنقولها لكم، راه ماشي اي واحد هضر لينا على القرنينه والخبيزه والشعير نوض نعضوا عليه بالنواجد ونشدوا فيه انه هو المنقذ. هذا راه غلط، والكلام ديالي راه موجه لمن؟ لذوك اللي كيامنوا بالله وبالرسول، يعني اللي كيتوضا ويصلي بالخصوص. لان اللي علمك توضا وتصلي راه هو اللي قال لك ثاني شي حوايج اخرين. واش دابا لك انت معاه هذاك اللي علمك توضا وتصلي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الا كنت معاه وعايش معاه، واش يمكن تصلي معاه في الجامع وفي الليل تمشي تقصر مع ابو لهب وابو جهل في دار الندوه؟ راه لا يعقل، لا يعقل. راه اي واحد في مكه في ديك المرحله ديال 4 سنين الاولى اللي كانت سريه، اي واحد امن بالنبي صلى الله عليه وسلم كيجي كيبدا يجلس معاهم في دار الارقام بنو ابي الارقام، ما كيبقاش يمشي يجلس مره هنا مره مع ابو جهل. دابا حنا شنو واقلينا؟ كندخلوا نصلي ونطوفوا بالكعبه ونتمسوا ياك، وفي الليل نجلسوا مع ابو جهل اللي ودوا زيهم الاعلام ديالهم ديال دوك الذين يهينونك، ها؟ وداو لك رزقك وداروا في البنوك ديال سويسرا وبنما، ودايرين لك التلفازه باش يلاهوا، وكيبنيو لك ملعب ديال الكره يحشروك فيه بحال البهيم والغنم، وكتضل تغوت. هما راه واش هما كيتفرجوا في الكره؟ هما راه عانوا الفيلات ديالهم والدريات وكذا والى اخره، كيعيشوا الحياه، وانت كيبنيو لك ملعب وما يبنوش لك مستشفى، ولا بنوا المستشفى ما يجهزوش. المهم قصه حزينه طويله. على اي هذا الدليل غالي، انتم شفتوا شنو قال؟ ان الشريعة هي العقبة الرئيسية اللي كتعرقل تنزيل المدونة. يعني راه باقي الناس كيأمنوا بها وباقيين كيردوها، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي قهراتهم قهراتهم بمعنى الكلمة، فهمتي؟ إشكالية عويصة عندهم. فعلى داك الشيء دائما كنقول لكم، خصوصا هذوك هذو جاي اليوم هذوك المعارضة للخارج، راه غادي واحد من هنا لشهر 5 غادي نكون جالس غادي نهضر لكم على المسائل مزيان. راه الناس اللي كتشوفوها كتعارض وكتهضر راه عندها غير مشاكل شخصيه، ما كتهضرش على الامه ولا على البلاد وباغي الخير، وانما كيهضروا على هذا الشيء ديالهم هما. فملي كيقول لك هذا الدليل دليل رخيص اللي هو عزيز غالي، ان الشريعه هي السبب وهي العرقله ديال تنزيل الاسره، يعني هذا ما بغيش كلام الله. واللي ما بغيش كلام الله واش يمكن يكون مسلم؟ شو القران ديالكم اللي كتصليوا شنو كيقول؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، كيعطيوك بالدار ويمشيو ما خصهمش. إذن اللي ما خصوش كلام الله وما خصوش كلام النبي صلى الله عليه وسلم وباغي القوانين البشرية الوضعية، واش غنتبعوا؟ لا، قال لنا غنعطيكم الزرع والقمح والعلف وش من ضر؟ ما يمكنش. فعلى هذا الشيء نقول لكم راه خصنا نفهموا الدين ديالنا، راه لا ملجأ ولا منجا لنا إلا إذا فهمنا ديننا، إلا إذا فهمنا ديننا فهما حقيقيا كما يجب. وخلاصة القول، ما نبقاوش مفتونين بأي زعيم حزب أو المفكر
او لشي واحد يجي يضغضغ لينا المشاعر ديالنا بان غادي يحل لينا المشاكل ديالنا. هادو يجب شنو نقول لكم، يجب شحال هادي ديما كنقول لكم شي سطل ديال الصباغه كبير ونجمعوا فيه النفايات البشريه والبقر ونخلطوا مع البول ونخليوها تحماض، وملي يجوا هاد النوع يهضروا معانا حتى يضربوا على الوجه. بالمختصر المفيد، ارجو ان تكون الصوره واضحه، والى اللقاء في حلقه قادمه.